هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم من لعبة بيكي اكس دي. اليوم جمعة، بهذا المقطع راح احكيكم عن السفينة الجديدة اللي نزلت، وبحكيكم الميزات تبعها، وبنصحكم انتو تشتروها او لا. هلا يا جماعة، زي ما تعرفوا امبارح نزلت السفينة الجديدة. السفينة هاي يا جماعة جد كتير حلوة، اتوقع ممكن تكون اندر شي ممكن يجي لبيكي اكس دي. هلا يا جماعة، السفينة لها ميزتين اكثر عجبوني، واللي هما انه بتقدركم تقدروا تطيروا فيها، يعني بدون طائرة، وكمان تقدروا تمشوا عادي على الأرض عادي. الأحلى من هيك يا جماعة إن السفينة وراها بيطلع مي، يعني زي البحر حرفيا. أنا عن نفسي الصراحة السفينة كثير عجبتني، إن شاء الله بس يسوي عليها تخفيض، لأنه جد سعر 550 مجوهرة يا جماعة كثير، يعني بالنسبة لسفينة. لا صح إنه السفينة هي حلوة وكثير، بس إنه برأيي أنا كثير، يعني 550 مجوهرة جد كثير غالي. بس إنه يا جماعة بتوقع هلا بالتحديثات القادمة إنه يسوي عليها تخفيضات، يعني أنا حاليا بنصحكم تشتروها، بس كمان انتبهوا على جواهركم لانه في تحديثات قادمة احلى لسه. بس يا جماعة، ده كان مقطع اليوم، اتمنى عجبكم، بس اشوفكم مقطع جديد. سلام.